بعد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه بالغ تهني وتبريكاته لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتواصل نجاح مواسم الحج. وعبر سمو ولي العهد عن بالغ تقديره لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مخلصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام تسهيلا عليهم بأداء مناسك وشعائر الحج عبر توفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن لهم منذ بدء وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم بحفظ الله وقد تم فريضتهم بكل راحة ويسر، سائلا سمه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب السعودي الشقيق وهو ينعم بالنماء والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة ممثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر سموه فيه عن خالص التهني وتبريكاته بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتواصل نجاح مواسم الحج.